رانا نقتضيو الأسمدة ب 7000 دينار جزائري، كانت 13 ألف يعطيك الصحة. يعني والله في الحقيقة احنا كفلاحين يعني نقف وقفة احترام وتقدير لهذه النقطة هذه بعد بالذات، يعني نتحيو لها. احنا نطلبوا منكم نزيدوا. المنتج راه يبان جاي شويه بالعافيه، ان شاء الله يكون خير والعافيه ان شاء الله كل حاجه. عينين قصد انجاح انطلاق الحفظ والبث للموسم الجاري من مساحات المبرمجه لشعبة الحبوب وتقدر 125515 هكتار. تم فتح شباك موحده عبر مختلف مراكز البيع للتعاونيه الحبوب منذ اواخر جويليه 2024. في السابق كان عندنا غير السونتر تاع كمسان اللي هو كان فيه الكيشي اونيك. هل من هذا العام اللي فات ولهذا العام راه عندنا 7000 بوان دو كيشي اونيك اطراف التريتوار باش نسهلوا المهمه الفلاحين باش نقربوا لهم هذا الشبابيك باش تكون عندهم سهوله. تحرص السلطات العليا للبلاد وعلى راسهم السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون على اعطاء دفع قوي لتطوير الشعب الفلاحيه وتعزيز القدرات البشريه من خلال اعتماد مقاربات علميه وتقنيه جديده لتحسين المعارف والابتكار والتكنولوجيا الزراعيه من اجل فلاحه ناجحه عن طريق الاعتماد على المقاولاتيه الفلاحيه والتي لها دور مهم في تحقيق الامن الغذائي. صحيح.